السلام عليكم، أنا حمزة. اليوم نشرح فوكست هيستوري يخص الأبر جي آي بليدنج. هذه سلسلة جديدة برمضان إن شاء الله، واللي أتمنى لها كلش إنه تستمر. هدفها إنه نشرح الفوكست هيستوري اللي مطلوبة من عندنا بالأوسكيز. ما راح أطول بالفيديو، يعني تقريبا 15 إلى 20 دقيقة كل فيديو راح يكون طوله. وهدفنا ما راح يكون شرح ميديسن بقدر ما هو قراءة التشيك ليست وترتيب النقاط اللي بيها بشكل منطقي بشكل يسهل حفظها. فيلا سمي واتبعني. التشيك ليست اللي راح ناخذه بفيديو اليوم هو upper GI bleeding او نسميه hematemesis. عندنا تقريبا 11 خطوة نحتاج نسويها حتى ناخذ العلامة الكاملة. فخلينا نبدي ناخذها بالتفصيل واحدة ورا واحدة. اول خطوة انه نحيي البيشنت، هلا عمو شلونك، شلون صرت اليوم، زين، عرف عن نفسي انه انا طالب واريد اخذ منك بعض المعلومات بخصوص حالتك، واخذ بعض الاشياء الاخرى، مثلا اخذ منه الايج، يعني بعض الاشياء الاساسيه والضروريه، مثلا العمر، المكان، السكن، ايش قد صار له جاي المستشفى، يعني هاي الاشياء اللي بالبدايه كنا ناخذها، مثلا الحاله الاجتماعيه مالته، عزب، متزوج. هي مو كلش تفرق، ولا تحاول تدخل زايد بالتفاصيل مال حياته او يعني هاي الديموغرافيك داتا، بس يعني تحتاج هذا الشيء حتى تبين للاكزامينر انه انت ما جاي عمياوي، ما جاي بس تاريخ تشيك ليست، قدامك مريض تريد تعرف هيستوري مخصص وسبيسيفيك للحاله مالته، انت جاي تاخذ هيستوري يخص الحاله مالته، ما جاي تاخذ هيستوري مجرد تطبق ورقه وتشيك ليست. فاول خطوه المفروض خلصناها. الخطوه الثانيه جمعت اني ثلاث نقاط إلها علاقة بالسيفيريتي، لأن جاك شخص، لا تفكر بالموضوع بشكل منفصل عن الكلينيكال كونتكست. إذا جاك شخص عنده upper GI bleeding، أنا واحد من أسرع الأشياء اللي أسويها إنه أسوي له resuscitation، أوكي، أنطي مثلا IV fluid أو مثلا blood products وهالسوالف، زين، وبنفس الوقت أسوي assessment للسيفيريتي، أريد أعرف هذا إيش قد فقد دم، هذا إيش قد يعني بيخسر دم وسوائل حتى أعرف إيش قد أنطي دم. حتى اعرف هالحاله وين تقع على السبيكترم مال سيفيريتي مالتي، زين، لانه هذه من اللايف ثريتنينج كونديشنز، وكل لايف ثريتنينج كونديشن السيفيريتي يلعب دور كلش كبير بها بعد الريسوسيتيشن. فاول سؤال بالسيفيريتي، صار لك ايش قد تزوع دم؟ اوكي، صار لك ايش قد يعني تطرح هذا الدم من خلال يعني التقيؤ؟ ممكن يجيك يوم واحد وكلش اكيوت، ممكن لا كرونيك على مدار فترة طويلة، ويعني مو متعود ويا هذه السالفة. الشغلة الثانية الابيرنس والكلر، انا اشوفهم يعني نفس الشيء تقريبا، زين، فتقدر تسالها على اللون مال التقيؤ مالته، واللون مال التقيؤ ايضا يلعب دور كبير بالاسسمنت مال السيفيريتي. لانه اذا كان التقيؤ مالته لونه كوفي جراوند، يعني لونه على قهوة يغامق هالحدود، زين، فلما يكون بهيج لون يعني انه اكو وقت بقى به هذا الدم بالمعده، بحيث جرت عليه هاي العمليات والرياكشنز والانزيمات وكذا، فسوته حولته من لون الدم الاحمر الى لون الدم الاسود، فهذا يعطيك انديكيشن انه البليدنج از ليميتد، زين، لانه بقى هوايه بالستومك. في حين اذا كان الكلر يعني لونه كلش ريد، زين، والريد مالته يكون احمر، يعني هذا الدم اللي من تجرح ايدك يطلع حيش دم، زين، فهذا سجست مودريت تو سيفير بليدنج، لانه ما يلحق اصلا يصير عليه هاي الرياكشنز، ما يلحق تجري عليه بعض هذه العمليات والتحويلات، فباقي على نفس اللون اللي نتج من النزف. فلهذا الابييرنس والكلر كلش كلش مهمات بالاسسمنت مال سيفيريتي. انت بس تساله شنو لون التقيؤ مالتك، ممكن ايضا تشرح له، تقول هل هو اسود، هل هو احمر طوخ فاتح الحدود. الشغله الاخرى اللي تفيدني بالاسسمنت مال سيفيريتي هي الستول، هي نقطه 6 بس اني نقلتها حتى اربطها ويا السيفيريتي، لانه اول شيء تساله انه شلون الخروج مالتك، وتساله عن لون الخروج مالته، لانه اذا كان اكو لون خروج ب مثلا ملينة على لون اسود هالحدود، هذا نسميه يعني بليدنج هم نوعا ما ليميتد، لانه من فوق اكيد هو من كان بليدنج من فوق شوي منه نزل من المعده والدودينم وكذا، وصارت عليه تحويلات وكذا، فصار لونه اسود. هذا اوكي ممكن نقبله بسياق كلينيكال كونتكست ما الشخص عنده upper GI bleeding، بس اذا هذا الشخص كان يقول لي الستول مالتي لونه احمر بدم احمر قاني، هذا يعني انه البليدنج كلش سيفير، بحيث يعني من
يعني نزل من فوق ونزل رأسا على السريع وطلع بالستول، يعني هيقد ما هواية حتى ما لحق انه يصير عليه هاي الرياكشنات. الشغله الاخرى اللي تفيدني بالستول انه تفيدني اتحقق انه هل هذا الشخص عنده ابر جي اي بليدنج ولا لا، لانه اذا شخص قال لك انا عندي ابر جي اي بليدنج والستول مالته نظيف عادي طبيعي، ممكن حتى بيل على هذا اللون مالته اللي ما بي اي انديكيشن انه بي بلاد، هذا unlikely to be upper GI bleeding، لأنه لازم مهما كان الهيماتيميسيس لازم يروح يصير عنده شوية kind of ملينة. فلهذا إذا الشخص قال لك توهم أنه عنده upper GI bleeding والستول مالته عادي وطبيعي، هذا يعني ابحث عن سبب آخر، ممكن يكون قاح أو ممكن نزف باللثة أو نزف بالميوكوزا على مدار الجي اي تي، بس مو يعني نزف ongoing أو نزف يعني significant، أو ممكن حتى يقح دم من البرونكس اوكي بس ما له علاقه بالجي اي تي. زين فلهذا الستول مهم. فعندنا ثلاث نقاط بخصوص السيفيريتي، الدوريشن، الكولر ماتر، والستول. زين بعد ما عرفت على البيشنت، بعد ما سويت الاسسمنت مال السيفيريتي مالتي، اجي اشوف وين المشكله، اجي ابحث عن المشكله، والمشكله بما انه هو نزف بالجي اي تي ابحث على الاعراض والسيمبتومز اللي بالجي اي تي. خير الاعراض والمبرز بالاعراض هو الابدومينال بين، دائما يعني يكون الابدومينال بين حاضر بهيج سياقات، وبعدين عندنا باول سيمبتومز اخرى. يعني مثلا تشوف انه البابليك ألسر ديزيز يسوي لك فد ابر جاي بليدنج اللي هو الابيجاستريك بين. زين وبابليك ألسر ديزيز يعني هو واحد من الاشياء اللي ممكن يسوي بليدنج وابر جاي بليدنج. مرات يصير عندك مثلا اسوفجيال ألسر اللي ممكن يسوي لك ادينوفيجيا فتعيش صعوبه بالبلع، او مثلا ريفلاكس او ديسفيجيا. زين هاي الاشياء اللي لها علاقه بالاسوفيجس. مرات المالوري ويستير هذا اللي يعني يزوع دم بسبب يعني فتير صار بالميوكوزا، فتشوف انه عنده مثلا اسوسيشن بالزواع، يقول لك شو تزوع هوايه فجاه طق عنده فد عرق جوا يعني بالاسوفيجس. زين فصار مالوري ويستير. زين او الريتشنج هو شايف مرات انت تريد تزوع وبس بعد ما عندك خلص يعني زوعت كل شيء هوايه وخلاص، فتسوي ساوند لايك هيك تريد يعني تريد تفرغه وماكو. زين هذا يسموه ريتشنج. زين اور كافينج براير هيماتيميسيس هذا كله ممكن يعطيك انديكيشن انه هو مال رويز. الفاريسيال هيمريج اوكي او بورتال هايبرتنسيف هذا ممكن يجي وياه جونديس، ممكن يجي وياه اسايتيس. زين ومرات مالجنسي هذا مالجنسي ايضا يجي بسفيجيا، ممكن يجي ايرلي ساتايتي. زين ويعني سبب يعني فد تيومر موجود بالابدومين. زين فيعني خليك تشبع يعني بسرعه لانه ماخذ مكان. زين مستحوذ على مكان. زين اضافه للانفولنتري ويت لوس وكاتشكسيا. انا حاب افكر بيها انه ارسم الجي اي تي بمخيلتي. زين ويعني ساعتها راح افكر بالاعراض، يعني مثلا راح اوصل للاسوفجس راح افكر بالاشياء اللي بالاسوفجس، ديسفيجيا اودينوفيجيا. زين بين الاسوفجس والاستومك راح افكر بالريفلكس. زين بالاستومك ممكن افكر بالارلي ساتايتي بالاشياء مال التيومرز، ممكن حتى افكر بالايميسيس والتقيؤ والزواع اللي يعني يكون له علاقه بالدم. اجي افكر اشياء بالليفر مثلا الجونديس، افكر بالاسايتيس. زين وافكر ايضا بالويت لوس والكاتشكسيا، واكيد افكر بالابدومينال بين. فهذني هنا الاشياء. اضافه انت اذا بعد فكرت بالاسباب مال الجي اي تي ايش بقى؟ بقى عندك الدياريا والكونستيبيشن هاي اللي جوا. زين وعندك الابدومينال ديستنشن انه الامعاء كلها ممكن تصير ديستندد. فابروتش ذس واي احسن ما تفكر بها اسباب ممكن تنسى سبب وترتبك وتتخربط. فافكر بها انه السفكس يصير بي، الاستومك يصير بيها مثلا انستايتي اور هيماتيميسيس اور ريفلكس، الجي اي تي مثلا عندك يصير عندك ديستنشن، وتجي تسال على الستول والكونستيبيشن، وتروح تسال على الاشياء مال الليفر. انا الابدومينال بين بهم فد سيجنيفيكنسي معينه انه اذا كان اسوسييتد وذ باون تندرنس وانفولنتري جاردنج، هذه الاشياء بالاكزامينشن ما راح تسال عليهم بالهيستوري اوكي. بس يعني بدي احكي لك ليش هو مهم تسال على الابدومينال بين، هذا ممكن يعطيك فد انديكيشن انه اكو بيرفوريشن جاي ومسوي بيرتونايتس. زين بيرفوريشن مثل بيبتيك ألسر وكذا، فهذه من الساينز المهمه ايضا. فلهذا يعني لا تستهين بالابدومينال بين. إذا أنا سألته قبل شوية على بعد ما عرفت عن نفسي سألته على الكوموربيديتيز
سوري سألت على يعني السيفيريتي اللي كان شنو بالسيفيريتي، كان عندي الديوريشن وكان عندي الكالر وكان عندي الستول، بعدين سألت على الأشياء اللي لها علاقة بالجي اي تراك، وهسه اجي أسئلة على الكوموربيديتيز، لأنه الكوموربيديتيز لها فد علاقة بالمانجمنت مالتي، لأنه الشخص اللي عنده كوموربيديتيز الموضوع راح يكون خطر كلش عليه، المانجمنت مالته المفروض يكون مور كيرفول، لأنه هو مثلا عنده فد مشكلة بفد اورجن معين، وهذا الاورجن معين هو بلا شيء بالايام العاديه نحس، فما بالك صار بليدنج وصار عنده هايبوبوليميا ودم قليل راح يوصل له. فاجي افكر بهذين الكونديشنز، مثلا اجي افكر بالسينكوبي، السينكوبي لانه نزف هوايه وفقد هوايه دم، ف يعني صار عنده سينكوبي، خصوصا يعني هو سبع احتياك، ما دام عنده احتياك فاكيد ما عنده سينكوبي، بس يعني قبل كان من اجى او بالطريق الى المستشفى وكذا ممكن يكون عنده سينكوبي. ممكن يصير عندنا تشست بين، وهذا له علاقه بالكوموربيديتيز اللي راح ناخذها بعد شويه، نشوف مثلا اذا الشخص عنده كورونر ارتري ديزيز او فت بلمونري ديزيز، هذول راح يتاثرون كلش بالادفيرس افكتس مال انيميا. زين لما هو بلش الهارت وحده ما ادري وصل للدم، والكورونر ارتريز مالته مسدوده وما ادري شنو، زين فما بالك انه فقد دم والبرفيوجن مال الهارت صار اقل. زين فاجي اسئله على التشست بين، لانه هذا من السيمتومز اللي كلش مهمه، او سويتنج، والسويتنج يعني هو من الريفلكس ميكانيزمز للهايبوفوليميا. زين هذا مو كلش بالكوموربيديتيز، هذا المفروض كنت تحطه وين؟ كنت تحطه بالاسسمنت مال سيفيريتي. زين وهذا له علاقه بالسيفيريتي، حتى مثلا السيك قوي، بس التشيك ليست يعني الدامج كلها نسوى بحيث بشكل يعني اذا نقلته لغير مكان راح يصير يعني خربطه كل الزايد عن اللزوم. ففكر بالسينكوبي، بالتشست بين، بالسويتنج اللي هو علاقه بالهايبوفوليميا، اضافه الى الويت لوس اللي له علاقه بالمالجنسيز والكانسرز. بعدين نجي نسال على الباست ميديكال كونديشنز ونركز على بعض الحالات. هو اوكي ذاك البيبتيك السر، بس خلينا نركز بعض الحالات اخرى. احنا واحده من الحالات قلنا الكورونري ارتري ديزيز والبولمونري ديزيز، لانه قلنا يتاثرون كلش بالادفيرس افكتس مال الانيميا. بعض الاحيان البيشنتس اللي عنده مثلا رينال ديزيز او هارت فيلير، هذول بهم فد مشكله اخرى، انه هو هذا الشخص اوريدي عنده فلويد اوفرلود، زين عنده فد فوليوم اوفرلود، واني واحد من الكورنر ستونز مال العلاج مالتي لعلاج الليدنج هو انه هم لازم اعطيهم اي في فلويد وبلاد برودكتس وهالسوالف. فهذول من الناس اللي يحتاجون كلش اسوي لهم مونيتورنج اثناء عمليه الريسسيتيشن. زين فراح اسال عليهم، راح اسال على هاي الحالات، ايضا راح اسال على بعض الحالات اللي تخلي البليدنج ديفيكولت تو كنترول، فد يعني هيماتوباثيز، اوكي فد مشاكل بالدم، عندك نزف دم وراثي، عندك نزف دم وراثي، جسمك يطقع ما ادري شنو، هيج اشياء ايضا راح احاول اسال عليها. واحد من الكوموربيديتيز اللي يعني شويه صعبه بس ده غير من نعرفه، انه الاشياء اللي ممكن تسوي اسبيريشن، يعني ممكن تخلي البلد يوصل من الستومك مو دري زاويه طيه لا يروح باللانك، وهذا راح يسوي لنا فد نمونيا مزعجه. زين وهذا راح يصير بحالات الديمنشيا، زين ويصير بحالات الهيباتيك انسيفالوباثي. هذول الناس ما يحسون على روحهم، فالتقيؤ مالتهم يعني والرفلكسز مالتهم ما راح تكون كلش تمام، فمن يتقيؤون ممكن تروح وتنزل باللانك. فهذا من الاشياء اللي لها علاقه بالكوموربيديتيز. زين فالباس ميديكال حكينا على جماعه يعني على الكورونر ارتري ديزيز وجماعه البروفيوشن القليل، حكينا على جماعه الفلويد اوفرلود، حكينا على جماعه الار بي سي ديسوردرز، زين او مثلا او مثلا بليتليت ديسوردرز وكواجوليشن ديسوردرز، وحكينا على جماعه الاسبيريشن، وهسه نحكي على جماعه البيبتيك السر ديزيز لانه لها علاقه كلش وطيده بالموضوع، ويمكن هو من الموست كومن كوزز اللي تسوي جي اي بليدنج، واسال على كانسر لانه له علاقه بالوايت لوس، واسال على براير بليدنج، وهذا واحد من الاشياء اللي كلش كلش مهمه. زين لانه يقول لك بيشنت شود بي اسكت براير ابيسود اوف ابر جي اي بليدنج، لانه تقريبا 60% اوف ذا بيشنتس وذ هيستوري اوف ابر جي اي بليدنج راح يرجعون وينسفون من نفس الليجن. زين فيعني بعد ممكن هذا يسهل لك هوايه ويختصر لك هوايه طريق بالورك اب، لانه راح تعرف مكان الليجن من الهيستوري السابق. اذا مره اخرى اول ما جاني البيشنت اخذ منه الجنرال انفورميشن، بعدين راح اخذ السيفيريتي مالته، اسوي اسسمنت للسيفيريتي، بعدين اشوف الاعراض اللي تصير بالابدومن، بعدين اشوف الكوموربيديتيز، هسه اجي اشوف الميديكيشنز خصوصا النسيتس والاسبرين، زين اللي هن لهم علاقه بالبليدنج، اضافه الى بعض الانتي كواجلانتس، زين مثل الوارفارين اللي هن ايضا يعني يسوون بليدنج، زين لانه يقللون البليدنج، واضافه الى بعض الانتي بليتلتس. الفاميلي هيستوري والسيرجيكال هيستوري ايضا مهم نسال عليه اذا عنده احد سابق او اذا مسوي فد عمليه جراحيه سابقا بالابدومن او اي عمليه جراحيه سابقه،
ونسأل أيضا على السموكينج، ونسأل على الألكوهول. السموكينج ممكن بصفته أنه يزيد المالجنسي، الألكوهول بصفته أنه مثلا يأثر على الكبد، والكبد راح يسوي لنا سيروسز، وهذا السيروسز يعني يسوي لنا فاريسز وممكن يسوي لنا بليدنج. فنسأل على هذين الأشياء وهيك يعني نخلص الفوكست هيستوري. فهسه أول مرة يعني مرة أخيرة للهيستوري نشوف أنه هاي الجنرال انفورميشن، راح آخذ السيفيريتي مالته. زين هنا أيضا سيفيريتي، هنا السايز مال الأبدومين. زين هذا ايضا العلاقة بالسيفيريتي اللي قدمته، حطيته ويا الكلر وال يعني والابيرنس. وبعدين عندك هذني جماعتهن بالكوموربيديتيز، وهاي البقيه يعني يعني الجنرال هيستوري اللي باست ميديكال هيستوري والسيرجيكال والفاميلي والميديكيشن. واهم شيء لا تنسى تسال على بعض الريسك فاكتورز لبعض الاشياء، شيو اكثر الاشياء شيوعا يعني اللي هن مثلا المالجنسيز وهن الليفر ديزيزز. وهيجي ينتهي الفوكست هيستوري مال ابر جي اي بليدنج، نلتقي في فوكست هيستوري آخر.